بسم الله الرحمن الرحيم، كمية أبو مهراز أخصائية حمية وتغذية ومشرفة على هذه القافلة اللي درناها في مدينة العيون. القافلة اللي نظمتها جمعية النخلة بمساهمة وتنسيق مع المديرية الجهوية لمندوبية وزارة الصحة بوجدة ومندوبية وزارة الصحة هنايا بتوريرت، وبعض الأطر المحلية، الجماعة المحلية ومتعاونين بعض الشركات. من خلال هذه القافلة الطبية نحاولوا نهتموا بالفئات المهمشة اللي عندها مشكل في لاكسي ديال لي بريستاسيون ميديكال. حاولنا نوفروا لهم طب العيون، يعني نحاولوا نديروا ديبيستاج كاتاراكت ولا يعني واحد الفئه عمريه متقدمه، ولا لي ديابيتيك مثلا اللي عندهم السكر قديم، دونك نشوفوا الحاله ديال العين، الحاله الصحيه ديال العيون ديالهم، ولا الاطفال باش نشوفوا لاكتيفيتي فيزيوال ديالهم. ايضا كانت عندنا طيب عززنا الطاقم الطبي بترسانة ديال مشكورين أطباء جينيراليست اللي فادونا بزاف، والطاقم الشبه الطبي. دونك درنا واحد ديسباتشينغ، بروفيسور بركي تاني عاوننا بالطاقم الطبي ديالو، دي ميدسان اورولوغ اللي تنقلوا لنا العين المكان، دونك داروا لنا ديبيستاج ديال الكونسير دو بروستات عند الرجال. ايضا دكتور هيشور اللي تنقل الكارافان وكيدير لنا هنا ديبيستاج نتاع كونسير دو سان، كونسير دو كول دو لوتيروس، كيدير يعني الكونسلطاسيون لفائده النساء ولا الحوامل بصفه عامه. طب الاسنان ايضا درنا حملة تحسيسية لطب الأسنان، حملة تحسيسية لفائدة مرضى السكري، بالإضافة لأمراض الروماتيزم وطب الأطفال. وشكرا. بالنسبة للفئة ديال طب الأسنان شنو شملت فيها؟ الفئة واش ديال الفئة عمرية صغيرة. صغيرة. الحمد لله. شنو هي الرسالة اللي كتوجهها يعني الناس المشرفين؟ نقدم الشكر الخالص ديالي وامتناني لجمعية رؤية والجمعية اللي مشرف عليها بروفيسور بركي نتاع أطباء المسالك البولية، دكتور هيشور كطب نساء، دكتور بالعربي هو المنسق الكبير، هو العقل المدبر اون فادير ديال القيدوم ديال الكارافانات، واللي مكنني من يعني من استغلال القافلة وتخطيط القلب ويعني الليكوغرافي ابدومينال وليزيكزاما جينيكولوجيك. ايضا الجماعات المحليه، الجماعه المحليه ومندوبيه وجده، مندوبيه توريرت، ليكيب باراميديكال وميديكال. شكرا لك.